فقد قال دكتور أكاديمي في القانون: لم أجد مريد من مريدي السيد الصرخي بولاء خارج حدود العراق. هذا يعني أنهم عراقيون أقحاء، هذا يعني أنهم بولاء مقطوع للعراق فحسب، هذا يعني أن ولاءهم راسخ كرسوخ حضارتنا العظيمة. وكذلك قال شيخ في المنطقة الغربية وهو باحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية في الوضع العراقي، قال: لماذا الصرخي عربي شيعي عراقي يحب آل البيت ويحب الصحابة ويحب العراق، لماذا يقتل أتباعه ويطارد هو ويستباح منزله ويعتقل محبيه ويعذبون في السجون؟ ثم قال بصريح العبارة: أنا صرخي وأفتخر بمرجعنا الوطني المعتدل. وقال في لقاء آخر مع الإذاعات الفضائية: لا مرجع إلا السيد الصرخي. وقال آخر وهو شيخ كبير من عشائر الغربية: أنتم ناس أشرف العراق، أنتم ناس أشراف العراق وعروبيون الأصل. وقال في موضع آخر وفي لقاء تلفزيوني مسجل آخر: والله إني أفتخر أن أكون أحد الصرخيين، لأنهم ناس أبطال وعروبيين. وذكر آخر صاحب أكبر منظمة إنسانية في العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان وصاحب حملة وأنتم الأعلون في الدفاع عن أتباع المرجع السيد الصرخي الحسني دام ظله الشريف، حيث قال بعد صدور الحكم الجائر بحق إخواننا المعتقلين بالسجن المؤبد، قال: إن الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة كربلاء على مجموعة شباب عراقيين محبين لوطنهم ومناضلين من أجل وحدة العراق ويمثلون جسر سلام ومحبة وتسامح يربط بين كل مكونات الشعب ويبين للعالم حقيقة خطيرة تتمثل في انحطاط وانهيار منظومة القضاء وتحولها إلى أداة قمع للأصوات المطالبة للحرية.